السلام عليكم. نحب أمي ونحب أبي ونحبكم يا أصدقائنا. نحن نحب الجميع. عمر وهنا هيا العبوا معنا واحلموا معنا. واو مدهش. الحمد لله سوف نمرح معا. عمر وهنا. تستطيع النجاح أبي. أمي وأبي أسرعا هيا العبا معنا. حسنا نلعب هنا نلعب هناك نشعر بالسعادة. أسرعي يا أمي. واو أنت مدهشا يا أبي. هذا صحيح. أبي ماذا تركب؟ يدعى لوح التزلج. الله ها؟ ما الأمر يا أبي؟ مسابقة التزلج على الجليد. عليك المشاركة، ستفوز بالتأكيد يا أبي. لا فرصة لدي للفوز. ليس المهم الفوز أو الخسارة، المهم هو المحاولة. الله يحب من يحاولون. حسناً، سأشارك في المسابقة. إلى التمرين. هيا. تستطيع النجاح أبي. أوه أوه أوه. أوه أوه أوه. تستطيع النجاح أبي. واو أبي أبي أيمكنك القفز هكذا؟ بالطبع إن شاء الله. بسم الله سأنطلق الآن. أنا بخير. تستطيع النجاح أبي. ماذا؟ الله أكبر. مشاري. قدمي. هل أنت بخير يا أبي؟ أنا بخير. حافظ على تفاؤلك وقف على قدميك. لا تستسلم لا تستسلم وسوف تنجح. سوف نساعدك كيف وتحرك سوف نساعدك انطلق ببطء. الصبر مفتاح النجاح. قف ثانية إن وقعت. الله يحب المثابرين وهذا يسعدنا. تستطيع النجاح أبي. جميع المتسابقين قفوا عند نقطة البداية، سنبدأ بعد قليل. ستنجح يا عزيزي إن شاء الله. شكرا عزيزتي. بسم الله. رائع الحمد لله. أبي رائع جدا. آمن بالله سوف ندعو لك وسوف تنجح. ذلك الرجل حلق مجتازا المرحلة الأولى. وكذلك المرحلة الثانية.
هذا سيء، لقد وقع المتسابق. شكراً. ليس المهم الفوز أو الخسارة، المهم هو المحاولة. كنت رائعاً يا أبي، تزلجت هكذا وهكذا. السلام عليكم جميعاً. حين نحاول جاهدين وبإصرار ونواصل المحاولة سننجح إن شاء الله، مثل أبي. الحمد لله. بسم الله. عمر، هنا، حان وقت المرح. ياي، مرحبا. ماذا نقول قبل أن نبدأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح. ياي، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله قبل أن نبدأ. بسم الله قبل أن قلها من قلبك واجعلها جزءا من يومك. قولوا معنا بسم الله الرحمن الرحيم، لينعم علينا بالبركات حين نقول بسم الله. امي انظري، رسمت ديناصورا يزأر. احسنت يا عمر. دوري، هذه قطة، مياو مياو. جميل يا هنا. لنلعب معا، هيا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله قبل أن نبدأ. بسم الله قبل أن نلعب. بسم الله قلها من قلبك واجعلها جزءا من يومك. كان ذلك ممتعاً. مرحباً، تذكروا قبل أن نبدأ أي شيء نقول بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم. نحب أمي ونحب أبي. واو. ونحبكم يا أصدقائنا. ياي، نحن نحب الجميع. وقت النزهة. أنا متحمسة للذهاب إلى الشاطئ. الحمد لله. سأبني قلعة رملية كبيرة وأريد أن أسبح. أريد أن آكل البوظة. البوظة، يم يم يم. وعليكم السلام. نعم سيدي،
أوه، الآن؟ لكن سأخذ عائلة. حسناً، بالطبع سآتي حالاً. أنا آسف جداً، استدعيت إلى العمل. أيمكننا الذهاب إلى الشاطئ لاحقاً؟ أمي، أريد أن أذهب إلى الشاطئ. أها، سنذهب في نزهة على أي حال، لكن لا يوجد شاطئ، أين سنلعب؟ أتعرفان؟ يمكننا التنزه في المنزل أيضاً. حقاً يا أمي؟ نعم، تعاليا لتريا. ترى! أوه! لكن يا أمي، أريد قلعة كبيرة. لكن لدينا قلعة كبيرة. واو! مرحباً، أنا الملكة الأم. واو! أهلاً بكما في قلعتي. دوري دوري، أنا فارس شجاع، السيد عمر سيحمي الجميع. ها واو. ها ها! هاي، والآن شاهداني أس. أريد الذهاب إلى الشاطئ، أريد أن أسبح. هنا، انظري إلى هذا أمواج. واو، أيمكنني السباحة؟ انطلقي. ياي. ها؟ ما الأمر يا هنا؟ أريد أن أسبح سباحة حقيقية. هنا، لا يمكنك السباحة، لكن لنعد النعم التي لدينا. انظري على ما تحمدين الله. لعبي؟ الحمد لله، لديك ألعاب جميلة كثيرة. بعض الأطفال ليس لديهم الكثير، لا ألعاب ولا شيء يتباهون به، لكنهم سعداء بفضل محبة الله، لذا علينا أن نقول الحمد لله، الحمد لله. أوه، صحيح، لدي ألعاب كثيرة. الحمد لله. لدي مفاجأة، أتريدان رؤيتها؟ أي مفاجأة؟ ترى! بركة! لدينا بركة، الحمد لله، نسبح ونلعب، الحمد لله، نحن جميعا سعداء، الحمد لله، لنقل جميعا الحمد لله، الحمد لله. واو، ألستما سعيدين؟ بالطبع، شكرا يا أمي، بنيت لنا قلعة كبيرة وملأت البركة لنا، الحمد لله. لكن من الأفضل لو كان لدينا بوضة. أها، انتظر هنا يا عمر. تدا، بوضة لك يا عمر. ها؟ واو، شكرا يا هنا. يم يم يم، لذيذة جدا. السلام عليكم، لقد عدت. ها، أبي. مرحبا. واو، نزهة في حديقتنا، أليست ممتعة؟ طبعا، وستكون أفضل لو كانت لدينا بوضة. بوضة، شكرا يا أبي. العفو، لنأكل معا. حسنا. أوه، سامحوني جميعا. ثانياً، حصلت على تذاكر مجانية لمدينة الملاهي. ياي!
لنقل جميعا الحمد لله. الحمد لله. السلام عليكم. هل تعلمون أننا حين نشكر الله يزيد نعمه علينا؟ لذا لنقل الحمد لله كطريقة لنحمد بها الله. الفطور جاهز. ياي! لنقل الحمد لله. الحمد لله؟ ماذا تعني يا أبي؟ الحمد لله تعني الثناء على الله والشكر له. لنقل جميعا الحمد لله. حين أكل أقول الحمد لله. أنهي طعامي فأقول الحمد لله. لنقل جميعا الحمد لله. أمي نحن ذاهبان. حسناً استمتعا. مرحباً أصدقائي، نحن ذاهبان إلى المدرسة. لنذهب معاً. لنذهب. نذهب إلى المدرسة الحمد لله. نلتقي بأصدقائنا الحمد لله. تصبح على خير أبي. أحب أمي الحمد لله. وأحب أبي الحمد لله. نحب عائلتنا الحمد لله. لنقل جميعا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. السلام عليكم. نحب أمي ونحب أبي. واو. ونحبكم يا أصدقاء. أنا ياي. نحن نحب الجميع. عمر وهنا. هيا العبوا معنا واحلموا معنا. واو مدهش. الحمد لله سوف نمرح معا. ماذا تصنعان؟ مفاجأة لوالديك. أحب أن أزين. انظري ماذا صنعت. كل شيء رائع. إن شاء الله سنحتفل. مرحى اليوم يوم أبي المميز. لنحاول أن نجعل عيد ميلاد. الحمد لله، الكعكة جاهزة. واو، أبي سيحبها صحيح؟ ها ها ها، بالطبع سيحبها. إن شاء الله. ها ها، نسيت وضع الفاكهة على الكعكة. والدكما يحب الفاكهة. يا إلهي! الله أكبر! الكعكة! 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 هم
أوه، ماذا سنفعل؟ نفدت المكونات. لا تحزني يا أمي، كلانا هنا من أجلك، يمكننا مساعدتك لنخبز كعكة أخرى. آه، شكراً لكما على الرحب والسعة. أمي، ماذا ستفعلين بهذا؟ أحاول صنع كعكة أخرى، لكن لا مكونات لدينا، فقط هذا وبعض الفاكهة. الفاكهة؟ ماذا لو أخذنا البطيخة وقطعناها على شكل كعكة؟ ستصبح لدينا كعكة بطيخ. أمي، ما رأيك أن نصنع كعكة بطيخ؟ كعكة بطيخ؟ سنقطع الفاكهة على شكل كعكة. واو، فكرة رائعة، شكراً يا عمر. على الرحب والسعة. ماذا؟ أولاً نقطع الفاكهة سب 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 سب، ثانياً نكدسها هكذا، ثالثاً نرتبها، نقطعها نكدسها نرتبها. واو. أتعرفين أمي، المزيد من الفاكهة سيجعلها أفضل. مزيدا من الفاكهة؟ إذن لنقطف بعض الفاكهة من الحديقة. ياي، قطفت بعض ثمار المانجا، ها هي. وأنا أقطف التوت. سنقطف من هنا وهناك. نحمد الله على الفاكهة. لنزين، لنضف القلوب والنجوم. القلوب والنجوم. المزيد من القلوب. المزيد من النجوم. ياه. أمي، انظري انظري، الكعكة جاهزة. واو، صنعتما كعكة جميلة. السلام عليكم. عمر وهنا، نظف المكان بسرعة. ها؟ حسناً. أسرعا أسرعا أسرعا. لا، والدكما قد عاد. ها؟ مرحبا. مفاجأة، عيد ميلاد سعيد أبي. واو، بسم الله. يا إلهي، كعكة الفاكهة لذيذة جدا. حصلت على بطاقة عيد ميلاد وزينة جميلة. من فعل هذا كله؟ شكرا لكم، أحبكم جميعا. هيا لندعو دعاء لعائلتنا. حسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. آمين. السلام عليكم أصدقائي، هل تعرفون أن علينا معاملة والدينا بلطف؟ صحيح، حينها سنكون عائلة سعيدة. الحمد لله. نحب أمي وأبي. الحمد لله، طعام لذيذ.
أمي، أبي، هيا نلعب. لا 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 لا. أحب أمي وأحب أبي دائما وأبدا. أحب أمي وأحب أبي دائما وأبدا. ستبقيان في قلبينا دائما وأبدا. شكرا على محبتكما دائما وأبدا. عمر وهنا أحبكما دائما وأبدا. عمر وهنا أحبكما دائما وأبدا. ستبقيان في قلبينا دائما وأبدا. شكرا على محبتكما دائما وأبدا. أمي ساعدينا، هناك ديناصور مخيف. ها؟ واو 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 واو. نحب أمي ونحب أبي دائما وأبدا. نحب أمي ونحب أبي دائما وأبدا. ندعو أن يحب الله عمر وهنا وأمي وأبي. ندعو أن يحبنا الله دائما وأبدا. ندعو أن يحبنا الله دائما وأبدا. الحمد لله دائما وأبدا. نراكم لاحقا. السلام عليكم. السلام عليكم. نحب أمي ونحب أبي. واو. ونحبكم يا أصدقائنا. ياي. نحن نحب الجميع. فارس ابدأ ببسم الله. نحب الرياضة فهي ممتعة، كرة المضرب والريشة، لنلعب جميعا معا ونحافظ على صحتنا. هيا ها. ها هون عليك يا فارس. هي فارس، ما الأمر؟ ضرب البالون صعب جدا. لما لا تواصل المحاولة ولا تنسى أن تبدأ ببسم الله. كل شيء يسهل حين نقول بسم الله. أوه. وبمجرد قولها خذ نفسا هكذا. وسنشعر بالسلام إن شاء الله. حقا آنسة ليلى، نريد أن نجرب. جيد، تذكرا قبل البدء نقول بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء يسهل حين نقول بسم الله. هيا. واو نجحت. ياي الحمد لله. حسنا يا أطفال، لدي ألعاب ممتعة لكم جميعا. من يريد اللعب؟ أنا. اللعبة الأولى تسمى لا تسقط الطوق. أوه. عمر هيا. حسنا، لكن قبل البدء علينا أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء يسهل حين نقول بسم الله. استعداد؟ انطلاق. هيا. لقد أبليتم بلاءً حسناً في اللعبة الأولى. اللعبة الثانية تسمى ارمي وأمسك. واو.
عمر، سأكون الممسك حسناً؟ أكيد. أنا جاهزاً يا عمر، هيا أحضر الكرة. مهلاً يا فارس، قبل البدء نقول بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء يسهل حين نقول بسم الله. مستعد؟ مستعد. خذ. ها، إنها عالية جدا. واو 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 واو. ياي، الحمد لله. حسنا يا أطفال، حان وقت اللعبة الأخيرة. الجميع مستعد؟ نعم. لعبتنا الأخيرة اليوم تسمى التوازن على العارضة بكرة الطاولة. واو. عمر، أيمكنني اللعب أولا؟ بالطبع، لكن قبل البدء علينا أن نقول ها؟ فارس، أنا أحب التحدي، سوف أطير فوق الجسر، هذه اللعبة سهلة. واه. ها فارس. لن أنجح في العبور. فارس، أتذكر ماذا قالت الآنسة ليلى؟ ها؟ جيد، تذكرا. قبل البدء نقول بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء يسهل حين نقول بسم الله. أنا أحب التحدي، اهدأ وإلا سوف تقع، ادعو ليساعدك الله، الأمر بسيط إن شاء الله. واو. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فارس، ها؟ نجحت يا صديقي. واو، أحسنت فارس. ها؟ ياي. الحمد لله. شكرا عمر. من الآن فصاعدا سأتذكر دائما أن أقول بسم الله. كل شيء يسهل حين نقول بسم الله. السلام عليكم. حين نقول بسم الله إن شاء الله يسهل كل شيء. الحمد لله. عمر، هنا لنلقي السلام. ها؟ لا 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 لا. ها؟ 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 أها، السلام عليكم. ها؟
وعليكم السلام. هل ستذهب إلى مهرجان الكعك؟ سأذهب لاحقاً، علي إنهاء عملي أولاً. أوه، طاب يومك. شكراً جزيلاً، السلام عليكم. وعليكم السلام. أبي، من هذا؟ هل تعرفه؟ لا أعرفه، التقيته للتو. ماذا؟ لما ألقيت السلام عليه إذن؟ يا عمر وهنا ألقيا السلام، سلما على الجميع قد تصبح أصدقاء. أوه، نريد أن نلقي السلام أيضا. كعك لمهرجان الكعك. واو، أيمكنكم أخذه إلى هناك قبل المغرب حسناً؟ المغرب؟ المغرب هو وقت ما قبل الليل. أوه، حسناً يا أمي. السلام عليكم أستاذ موسى. الله أكبر. وعليكم السلام. كعك، كعك مجاني لذيذ، تعالوا إلى مهرجان الكعك. لا 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 لا. أوه، كعك كعك كعك. يا عمر وهنا ألقيا السلام، حسناً يا أبي. سلم على الجميع قد نصبح أصدقاء. السلام عليكم. وعليكم السلام، أنا عمر. وأنا هنا. وأنا يوكي. أوه، هل أنتما ذاهبان إلى مهرجان الكعك؟ نعم، علينا إيصال هذا الكعك قبل المغرب. تأخرتما، عليكما الذهاب. أوه، حسناً، نحن ذاهبان. السلام عليكم. وعليكم السلام. واو، أصبحت لديكما صديقة جديدة. نعم يا أبي. دعني أرى. بالطبع يا أبي. ها؟ إلى كل المشاركين في مهرجان الكعك، أحضروا كعككم بسرعة، سنبدأ مهرجان الكعك بعد قليل. ها؟ ماذا سنفعل أبي؟ السلام عليكم. أوه، وعليكم السلام. ما الأمر؟ تحطمت عربتنا. أيمكنني إصلاحها؟ واو، بالطبع بالطبع. انتهيت، أصلحتها. الحمد لله. شكرا لك. لا بأس، أتريدون أن أساعدكم؟ هيا، تأخرنا. لا 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 لا، سوف أكل الكعك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم على كل واحد منكم. تعالوا جميعا وألقوا السلام، وكونوا لطفاء كي يحبكم الله. واو، هنا أين سلة الكعك؟ ها؟ 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 هناك يا أبي. ها؟ لا، بل هناك. لا أعرف أين هي. لا بأس عزيزتي، سنجدها. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل هذه لك؟ وجدتها على أحد المقاعد. شكراً لك يا يوكي. تعالوا لتناول الكعك، لقد بدأ المهرجان. ياي.
السلام عليكم. السلام عليكم يا أصدقاء، هل تعلمون أن إلقاء السلام يعبر للناس عن ودنا؟ صحيح، ونكون صداقات جديدة. الحمد لله. عمر، أمي، ماذا تفعلان؟ أكتب الحروف العربية. أوه، أعرف أعرف، هذا حرف التاء، صحيح؟ إنه حرف الباء. لنغني أغنية ألف باء تاء؟ ياي! ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء، دال ذال راء زين سين شين صاد ضاء، طاء باء عين غين فاء قاف كاف لام، ميم نون هاء واو ياء. غنوا معنا جميعا لنتعلم ألف باء تاء، نغني ونتعلم ثم نقرأ القرآن. ياي، تعلمت الحروف. الحمد لله، أحسنت يا هنا. هيا لنغني معا. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء، دال ذال راء زين سين شين صاد ضاء، طاء باء عين غين فاء قاف كاف لام، ميم نون هاء واو ياء. غنوا معنا جميعا لنتعلم ألف باء تاء، نغني ثم نقرأ القرآن. الحمد لله، تعلمنا الحروف العربية. أنا جائعة. سأعطيك وجبة خفيفة. عمر وهنا، شكرا يا معلمتي. شكرا آنسة ليلى، نراكي غدا. على الرحب والسعة. يا أصدقاء، لنغني أغنية شكرا للآنسة ليلى. ها، واحد اثنان ثلاثة. نشكرك معلمتنا على صبرك خلال تدريسنا. نشكرك معلمتنا، نحبك وداعا. تذكروا أن تقرأوا القرآن. سنفعل يا أستاذ. نشكرك أستاذنا على تعليمنا ديننا. نشكرك أستاذنا، أنت دائما موجودا لترشدنا، سنذكر دائما كل ما فعلته لنا، ليكافئك الله بمحبته. نشكرك عمر وهنا، محبة الله ورسوله. السلام عليكم جميعا.
نحن ذاهبون في رحلة لنرى عظمة الله. ياي، لنذهب. الحمد لله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أحب الله ورسوله. هيا. لا إله إلا الله، ومحمد رسوله، أحب الله ورسوله. سبحان الله، منظر جميل. واو، الله خلق كل هذا. الحمد لله، هناك أماكن كثيرة علينا رؤيتها. مستعدون؟ مستعدون. لنحب جميعا الله، لنعبده جميعا، ونتبع سنة رسولنا محمد. الله إلهنا، هو خالق كل شيء، لنحمد خالق عالمنا الذي نعيش فيه. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أحب الله ورسوله، أحب الله ورسوله. السلام عليكم. نحب أمي ونحب أبي. واو. ونحبكم يا أصدقائنا. ياي، نحن نحب الجميع. عمر وهنا، هيا العبوا معنا واحلموا معنا. واو، مدهش. الحمد لله، سوف نمرح معا. عمر وهنا. أنا الأول، أنا الأكبر. رائحة الدجاج لذيذة. شكرا جزيلا. على الرحب والسعة. أبي، أريد بعض العصير. انتظر يا عمر، أنا أسكب العصير لجدتك. لكنني عطش جدا. كن صبورا يا عمر، جدتك أيضا عطشة. احترم كبار السن وامنحهم دورك. احترم من هم أكبر سنا منك. كن مهذبا وعاملهم باحترام. الكبار أولا. تفضل خذها أولا يا عمر، وهذه أيضا. خذ اللعبة أولا. عمر، عمر، لنقرأ الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. دائرة تصبح وجها، ثم أرسم الأذنين. ماذا ترسمين يا هلا؟ دائرتين للعينين. آه. ها؟ أين القلم الرمادي؟ هاي، ها هو. ها؟ هاي، سأستعمله أولا لأنني الأكبر يا هنا. أوه، صحيح، حسنا. تعبت، سأفعل شيئا آخر. عمر، هنا، تعاليا، سأريكما شيئا. ترى. واو، صنعت الطائرة الورقية. شكرا يا أبي. على الرحب والسعة، هيا لنطيرها. هيا يا أبي، هيا. ياي. هنا، سأطيرها أولا لأنني أكبر منك، صحيح؟ شكرا يا هنا. هيا اذهبي. عمر، هنا،
لنلعب معا حسنا. سبحان الله، ما أجمل المكان هنا، نركض هنا وهناك. عمر، أريد أن أطيرها. دوري دوري عمر. انتظري انتظري. آه أوه أوه آه أوه لا أبي. أوه لم ألعب. لا تقلقي، سأصلحها لاحقا حسنا. لكنني أريد اللعب بالطائرة الآن. ما رأيك بهذا؟ يمكنك أن تلعبي. عمر، هنا، انظرا هنا. واو، صنعت لنا أرجوحة إطار. شكرا يا جدي. سأركب أولا. لماذا أنت أولا دائما؟ هذا ليس عدلا. انتظري يا هنا، أنا الأكبر صحيح؟ هذا ليس عدلا. عمر، هنا، العبا معا بلطف، لا تتقاتلا. حسنا. عمر، لما لا تدع هنا تلعب؟ فهي لم تلعب بعد. لكن جدي، أنا الأكبر صحيح؟ ألا يجب أن أكون الأول؟ عمر، بالطبع على الصغير احترام الكبير، لكن تذكر أن على الكبير أن يحب الصغير. قال رسولنا الكريم، احترموا كبار السن وأحبوا الصغار وامنحوهم الحنان. كم أحبكما يا عمر وهنا، ونحن نحبك ونحترم الكبار والصغار. شكرا جزيلا يا عمر. شكرا يا جدي. على الرحب والسعة. عمر، هنا، أصلحت الطائرة الورقية. خذي العبي بها أولا يا هنا، هذا لأنني أحبك حقا. أحب الصغار وامنحوهم الحنان، واحترموا الكبار وسيرضى الله عنكم. أحبوهم واحترموهم وسيرضى عنكم الله. السلام عليكم. هاي، هل تعلمون أننا إن أحببنا الصغار واحترمنا الكبار سيحبنا الله بالتأكيد، فلنحترم ونحب بعضنا بعضا. الحمد لله. عمر وميمي. ولهذا أحب السناجب والأرانب. والطيور والعناكب. حسنا، شكرا لك، فلتعيدي أصدقائك الصغار إلى أقفاصهم. والآن دور عمر. السلام عليكم جميعاً. وعليكم السلام.
أريد أن أعرفكم اليوم إلى ميمي. أتعرفون؟ لم أكن أحب ميمي. ها؟ لكن لماذا؟ ها؟ مرحبا. أمي انظري ماذا وجدت؟ قطة صغيرة. قطة؟ 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 يمكننا الاعتناء بها، القطة جميلة جدا. حين نعتني بالقطط سيباركنا الله. لكن هنا أنا لا أحب القطط. لا بأس، ستحبها عندما تكبر. ها؟ هنا تريدين اللعب؟ هاي، أين ديناصوري؟ واو. ها؟ هاي، ما بك يا عمر؟ انظر، شعر على وسادتي، سمحتم لها بالنوم عليها؟ عمر أرجوك اهدأ. لن أهدأ، لن أهدأ. القطة لا تعرف. صحيح، صحيح. أفسدت وسادتي شعرها في كل مكان. كن صبورا يا عمر، تنظيفها سهل. حاول أن تسامح القطة، مجرد قطة ولم تقصد ذلك. حاول أن تسامح القطة، فكر كم سنكون سعداء. الأمر ليس سهلا. ماذا؟ لم تسامح ميمي الصغيرة؟ يا إلهي، انتظروا، لم ينهي عمر قصته. تلك الليلة واجهت صعوبة في النوم بسبب الرعد والبرق. لكنني لم أجدها. أين القطة؟ أين؟ أشتاق إليها كثيرا كثيرا. مي سأسميك ميمي. ميمي صديقين حميمين. نحب قطتنا ونعيش سويا بسعادة، سويا بسعادة.
السلام عليكم يا أصدقاء. هل تعرفون أن تربية قطة قد تسعدكم كثيرا؟ مثل عمر لأن لديه ميمي. الحمد لله.